دليلا لك. ينضم إلى الآن مشاهدي الكرام من القدس الحنان ميلر، عضو بمنظمة حاخامات من أجل حقوق الإنسان. سيد الحنان، أهلا وسهلا بك على فرانس 24. هناك سعي إسرائيلي ربما رسمي لمواصلة هذا التصعيد، هناك أيضا توقعات بتغيير في الموقف الإسرائيلي منه، هل تؤيدون بذلك هذا الطرح؟ حتى الآن هناك مسارين، يعني هناك المواجهة العسكرية المسلحة بين إسرائيل وقطاع غزة، بين إسرائيل وحماس، وهناك أعمال الشغب والتوتر الموجود داخل إسرائيل، داخل المدن المختلطة كما تسمى مثل الليد. ويعني المسارين يؤثران القلق لدينا كمنظمة وفي المجتمع المدني. طبعا نحن ضد استهداف أي مدني أينما كان، سواء كان عربي أو يهودي، إسرائيلي أو فلسطيني. نحن نعتقد أن المسؤولية الآن تقع على عاتق المجتمع المدني، وخاصة رجال الدين ورؤساء البلديات والزعماء المحليين. يعني الفلتان الأمني لا يخدم أحد. نحن بالتالي أستاذ الحنان، هل يمكن أن يلعب المجتمع الدولي كما تفضلتم دورا هاما في ظل هذا التصعيد، أو ربما رأب هذا التصعيد في ظل هذه الموقف الرسمي الإسرائيلي منه؟ طبعا هناك تأثير هام للموقف الدولي، خاصة للولايات المتحدة وللرئيس جو بايدن. أعتقد أن الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، كلهم بيلعبوا دور في المطالبة من إسرائيل وقف الحرب في غزة، ويعني المضي قدما في عمليات التهدئة، والواحد يؤثر على الثاني. يعني الحرب في غزة كما سمعنا تؤثر على الوضع الداخلي داخل إسرائيل وداخل المدن. فبالتالي نحن وكثير من المحللون هنا في إسرائيل يعتقدون أن العملية في غزة يعني انتهى صلاحيتها ولم تعد تنفع من اليوم. أستاذ الحنان ميلر، الواقع الآن داخل المدن المختلطة حيث يعيش أيضا فلسطينيو الداخل، إلى أي مدى بات بالإمكان الآن عودة الأمور إلى ما كانت عليها قبل هذا التصعيد؟ العودة إلى الوضع الطبيعي سيأخذ وقتاً طويلاً بكل تأكيد، ولكن علينا كمجتمع مدني المسؤولية، الامتناع عن خطاب تحريضي، الامتناع عن يعني استفزاز المشاعر وتحريض المشاعر. يجب علينا أن ننظر إلى المستقبل، إلى ما يحدث بعد الهدوء وبعد الهدنة في غزة. نحن نعيش هنا في مجتمع مختلط، في دولة واحدة. أنا هنا في القدس، نحن مدينة ثلث سكانها عرب وثلثي سكانها يهود، وعلينا العيش معا. يعني لا أحد منا يترك البلاد، نحن سنستمر في العيش مثل ما استمرنا يعني في الجولات الماضية في 2014 في 2008 وإلى آخره. فالسياسيون، لكن كيف يمكن ربما تحقيق كل ذلك؟ ربما هذا حلم بعد كل هذا التصعيد، لأن السلطات الإسرائيلية ربما تذهب في اتجاه مخالف تماما لما تفضلتم به أستاذ حنان ميلر. نعم طبعا، يعني السلطات لها مسؤولية باحتواء الأمور، يعني إرجاع الوضع إلى الوضع الطبيعي، بالسيطرة على الفلتان الأمني. ربما أقول يجب أن تكون هناك إرادة سياسية حقيقية ربما في عودة الأمور إلى ربما شيء من السلم المجتمعي. طبعا، وهذا ما كنا نتمناه قبل هذه الجولة. كنا على وشك إقامة حكومة جديدة مختلفة للحكومة الحالية، حكومة وسط يمين عرب، حكومة مشاركة وطنية، وللأسف الشديد هذه الجولة وهذا العنف قد يبدد بيعني الأحلام، وسننتظر ربما جولة خامسة للانتخابات للأسف، فالفوضى السياسية ستستمر. جزيل الشكر لك أستاذ الحنان ميلر من القدس، وذكر أنك عضو بمنظمة حاخامات من أجل